السلام عليكم اخوات واخوات، واش بصح نهار 25 غادي يكون اضراب فهاد الشهر؟ زعما سؤال انا ما نقدرش نرد عليه، ان ماشي حيت ما خدامش الفلاحه، ولكن انا ما كيطبقش هيك القانون اللي كيطبق على الناس هذو اللي كاينين في الحقول، في المزارع، يعني المنطقه ديال مورسيا ولا الميليا ولا اي بلاصه في اسبانيا، بالثمن اللي كيحدد النصراني. دليل على الكلام اللي غادي نقول هو اليومين هذا، البارح ما خدموش الناس لان اتفقوا النصارى ما يخدموش، ما يجنيو، ما يديروا والو، حتى واخا عارفين ان عندهم الخساره، ولكن كيقول لك غير نخسر دابا ولكن انا عارف راسي غنربح من قدام. علاش؟ لاني خصني نفرض وجودي، نفرض اني انا هو من الارض، كنهضرش على المهاجر اللي كيخدم بيني وبينه، علاقه بيني وبينك ما دخلت شي واحد، وحتى لا دخل القضاء بيناتنا ديك الساعه، راه كاين القضاء. ولكن دابا حنا جمعيه ديال العمال، ديال ارباب العمل، الفلاحين الكبار، الباترونات، صحاب الشركات اللي كنمولو، ما خاصش واحد يتنافس معنا. شوفوا كيفاش كيتقاتلوا على رزقهم. واخا كما قلنا، فهاد يومين وثلاث ايام اللي جايه ديال الاضراب ديالهم همايا، لانه الاضراب ديال ما تقطعش، وكاين الناس اللي خدموا، كاين الصبالو اللي خدموا. علاش؟ لانه يقول انا عندي ماشي مشكل، انا راضي، انا ما كنديش مع مطيشه وما عنديش مع الدنجه، انا كندير شي حاجه اخرى اللي ما كنضرش بها. يحترم الراي، يحترم، ولكن واش الناس اللي خدامين عند هاد الصباليون اللي حبسوا غادي يعوضهم في هاد اليومين اللي مدة 3 ايام ولا سيمانه اللي ما يخدموش؟ هذا هو السؤال. واش الناس هادو غادي تعوضوا؟ يعني كيقول لك نصراني شوف ما نخدموش ولكن غنخلصك، الثمن راه حنا اتفقنا عليه نهار الاول اللي اتفقنا عليه. بزاف ديال الناس نهار حطيت لك التصويره ديال اسبوع الكرامه، الحمد لله، يعني بزاف ديال الناس، وانا عارف ان الناس اللي الاغلبيه ماشي هما كاع، ما نقولش الاغلبيه الصحيحه، الناس ديال الفلاحه، حيت كاينين الناس عايشين بارتمات وبيسوات في منطقه يعني حضاريه، تقدر تكون اليكانتي، فالنسيا، تقدر تكون مدريد، برشلونه، بيلبا، ومتفقين كيقول لك انا ندير لك لايك، ولكن راه ماشي هو اللي غادي، ماشي هو اللي خدام في الفلاحه. وكاين اللي غيقول لك لا، راه حيت اللي خدام في الفلاحه ما عندوش التواصل ديال الفيسبوك واليوتيوب، هذه راه هبال. يومين هذا اللي قال لكم هذه الكلمه هذه راه ماشي 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 انسان عنده هذا. اليوم في هذا القرن اللي حنا فيه، في هذه العولمه اللي حنا عايشين فيها، اي انسان كيما بغى يكون، واخا يعرف كاع ما يكتب، ما كيقولكش شد ليا، دير ليا اليوتيوب ولا دير ليا كذا ولا دير ليا، بنادم ما كاينش شي واحد كيسجل شي حاجه، كلشي الناس تلقى الخبر يعني كتواصل. فهنا هذا ماشي مبرر. هذا الفيديو ديال اليوم، لان بزاف الناس اللي كتشكى يقول لك واه يعني هما معانا هما ماشي معانا، لا راه حيت كيخلعنا بزاف اباسكال، انت كثرتي من اباسكال. واخا اباسكال هذه عام شنو كان؟ صفر على شيء اليسار ولا صفر على اليمين؟ كان لا شيء، كان والو، كان صفر على الجهه اللي حيت انا عندكم نتوما غتشوفوني بالمقلوب. ولكن سبحان الله، من لا شيء صدق دابا من القوه الخامسه صدق القوه الرابعه الثالثه، يعني من اللي هو يا لا فورسا لا تريسيرا فورسا بوليتيكا، هذا راه قرار ديال الشعب، هذا راه قرار ديال الشعب. لان البارح انا من كنت تما كنصنت مانيفيستاسيون، عندي واحد الطريف غادي نخليكم في فينال ديال الفيديو، ذكر قال لك خصنا نحاربوا لو ساسينتامينتو سي ليغاليس، يعني هذوك الناس اللي كيجيو يجلسوا كيديروا لنا التشابولات في مناطق ديال الفلاحه، يعني كتوسخوا الصوره ديالنا، وقال لك غادي خصنا نقضيو على الايميغراسيون ليغال. هادشي اللي قالوا هما، ما قلتش انا، واش دخل هادشي في الاثمنه؟ البارح انا بقيت انا ابو مريم كنديروها، انا كنشوف عندنا اش دخل هذه في هذه، انت جيتي تهضر على الماء، جيتي تهضر على الثمن، جيتي تهضر على المناسبه الغير شريفه انك تنافسوا. وقال اباسكال في العبوديه، قال لك كاين الناس اللي كيجيو من دول اخرى المنتوجات ديالهم اللي بثمن رخيص، فكيرخصوا علينا السوق، رغم ان اباسكال ما عنده حتى علاقه بالفلاحه، هو شوف منين جا بايس باسكو وجي هنا. علاش؟ لانه خصو يستغل الظروف اللي عطاتها له. اما غاديش نطول عليكم الفيديو، انا بغيت نقول ونعاود نكرر ان انا ما عنديش مربح عندي انا نخلع بنادم. علاش نخلع بنادم؟ شنو شنو زعما كاين هادو الناس كيقول لك كتخلع، طالما انت متيقن من نفسك يا اخي او يا اختي ان افاسكال او لا فوكس ما كيدير والو، ما عنده شي قوه غير هو القوه الثالثه، ما تفرجش في الفيديو، علاش كتحمق راسك؟ علاش تشغل هذا عندك؟ علاش تدخل راسك واحد الحاجه اللي انت تقتنع بها؟ لان انا كنحترم الراي ديال الانسان الاخر، ما مقتنعش به شغلك هذاك، شكرا. لا راه ما كيصيفطوش، ماشي مشكل، غايب السموك ماشي مشكل، ولكن المره الثانيه ملي غايب السموك ساعه يقولوا لا راه باسكال ما غادي يدير لي والو، لا بوكس ما غادي يدير والو، او لا السياسه المنطقه.
فيلاج او لا قريه او لا مدينه كلها كتصوت على فوكس باش يتكرفص هذا، او نقولوا حنا باش يحيد عليه المهاجرين. بعد يقول لك لا واحد لا داكشي راه ما كاينش، راه هما انتخبوا عليه ما كان هما يقدر يدير والو. قال ان كل قوانين داخليه ما كدير والو، ما انت شي واحد يدير شي حاجه، داكشي خص حتى يجي بيدرو سانشيز ولا يقول لهم اه ولا لا. لما جلس بيدرو ما كاين والو. هذه قمه ديال الكلاخ والتفاهه. الى شي واحد قبل ما يكون فوكس كنا كنقولوا لنا قوانين دوليه كتحمي، ولكن فوكس فرض نفسه، فوكس فرض نفسه، فوكس يقول لك انا غنحقق داكشي اللي بغاو هما. شنو هو المهاجر؟ رغم ان ال 85% ديال كاع الهضره اللي قال اباسكار كلها كذوب، هو اول واحد كذب وكيكذب وغيبقى يكذب. اذا هنايا المهاجر كان موزمبيقي، كان سنغالي، كان نيجيري، كان من طوغو، كان من مالي، كان مغربي، كان جزائري، كان تونسي، كان مصري، كان ليبي، خاصهم يتحدوا. الى النصارى اللي كيدخلوا للملاير ماشي الملايين، الملاير الملاير حبسوا، ما بقى غير انت يا المغربي او لا انت يا الجزائري او لا انت يا السنغالي اللي ما عندك والو. ربنا خلقتنا وخايف منش خايف، الخوف خوف من الله، الرزق رزق من يد الله. اذا الى انت كنتي بحال النصارى وما كاع ما كيامنوش بالله وحبسوا، والمسلم اللي عنده الله وما قادرش. هنا كنوليو اضحوكه القرن 22 اللي غادي نوليو حنا الاحفاد ديالنا، نخليو لهم غنخليهم يضحكوا علينا. قوم ما قادرش يتفق بيناتو على قبل اش باش يتخلص بكرامه وبالثمن المناسب كما حتى هما كيطلبوا حقهم. حنا ما دانيش فينا خير، بالعكس حنا جينا هنا كنعطيو واحد المقابل والتعب ديالنا والعرق ديالنا والسفورسو ديالنا. هما كيعطيونا الفلوس اللي بغاو هما ماشي اللي كيقول القانون، وحنا خصنا نحاربوا هادشي كامل. يعني كنعطيكم انا عده اسباب اللي تخلي اي انسان مغربي يكون حر مع نفسه مع اللي خلقه. انت مؤمن ومسلم كتقول انا مسلم وقال الله وقال الرسول، وشويه ما نقدرش اخويا نحبس حيت ما كاينش البديل، ما كاينش المخ، ماشي ما كاينش البديل. اذا 25 واش يحبسوا المهاجرين ولا لا؟ هذيك القضيه كتبقى تعني اتفاق ديال الشعب. انا ما نقدرش نقول لبنادم حبس ولا ما تحبسش، لان اللي غادي يحبس راه كيقلب على كرامته، واللي ما غاديش يحبس راه مدلول وباغي يعيش في العبوديه. هذا الشيء حنا عارفينه، ما غاديش نقول لكم انا مرتيا. واللي كيعيش في بلاصه اخرى ما عنده لا علاقه لا بالمريا ولا مرتيا راه كيهرنط، لانه ما عايش هنا. سولوني انا اللي عايش هنا وكنشوف التصرفات الاداريه والتهميش والطريقه ديال التصرف مع المهاجر كيفاش كتكون. السيطه غاده فين وبنادم فين وبلاص ما يقلصوا العدد. يعني حنا كنقولوا خدام واحد الانسان، جيبوا ثلاثه اربعه خدموا الناس باش يخدموا مع الناس. السكن حيدوه ما كاينش، الا كذبتوني اتصلوا بالاموبيلي ريزير الميريا وسولوا، اول حاجه غيقول لكم ياش انت منين؟ مغربي لوسيانتو. عندنا حنا انستركسيونيس من الناس الكبار كيقول لك اودي ما نقدروش نكريو، علاش؟ ومن بعد كيقول لك وين تو يا صافي لا خينتي ديكي، هو راه تولد هنا وكيقول لك عارف مزلنا انه يعني تو كيقلب على خدمته خصو يحافظ عليها. ما غاديش يقول لك سي بوركي جو سي راسيستا جو نو كيرو ماروكي، هذه راه ما كايناش. راه واحد خدم في اداره مسكين ما يقدرش يدير هكاك، ولكن بز عليه خصو يدير هكاك. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. تيرين غتبقاو هكا حتى يجبدوا لكم الصوت، تيدير لكم هادشي ديال ابا لهب، تيضربكم بالمصوت. تالين راه لما اتفقناش مع بعضياتنا، لما توحدناش، راه ما نوصل والو. على الاقل فرضوا انفسكم، ردوا الاعتبار انفسكم. انسان انا ما غاديش نقول لكم حبسوا، ما نقولهاش، حتى الا حبس انسان من الخدمه تما نصري غادي يعرف ان كاين واحد الشعب راقي، واحد الشعب واعي قاطع الخدمه بدون. انا ما كنقولش خرج دير مظاهره انا عابد انا فاكس، لا داكشي لا داكشي نساو، داكشي ما كاينش منه. بلا ما تقول لي نمشي طلب رخصه ودير مظاهره، ما ندير المظاهره لا والو. السيمانه ديالي غنجلس في داري نشيط الفلوس اللي عندي. دابا الصبراني راه حابسين بزاف ديال الناس، حابسين نقدر نقول لكم. ولكن يعني البارح مين مشات؟ حنا نتحابوا مشات 5000 ولينا في 16000 و20000 واحد مشى للمظاهره. اذا تبارك الله ما شاء الله على القوه ديال هاد الناس اللي هما كفار. الكفار ما كيامنوش بالرزق بالله ووقفوا، وحنا اللي مسلمين وكنعرفوا الله ما قادرينش توقفوا. علاش؟ الخوف، او لا يمكن العبوديه، او لا يمكن مسكين نصراني وقف معايا عطاني كونتراتو وما نقدرش نخوي بيه، هو قال لي المهم الاضراب ديالهم يحترم. مزيان مزيان الله يزيدو، ولكن حنا الله يزيدنا عذاب وعقوبه، وحنا الحمد لله هادشي، والله ياخذ الحق في اللي كان حيله سباب وصيفنا لهاد الارض. والله هذا هو الهبال، هذا هو الهبال، هذا هو الحماق. ربي دار معكم زوين
ودار معايا تاني زوين نهار جابنا منك الارض لنا، دابا الباقيه علينا حنا. ما بقاوش كلشي حنا نقولوا الله، كلشي نرميو على الله. هي رمي على الله، ولكن انت يا دير المبادره. ان الله كيحب المسلم القوي ماشي خروطو المسلم الضعيف. كون قوي وخوف، خاف على خوك وضرب حساب لخوك وقف جنب خوك، ماشي تبقى تبربر عليه. بالعكس، اذا كنت غتحدو راه غتجيبو العز. كتبوا تو تعيشوا في هذه الطريقه هذه، شغل لكم هذاك. ان ماشي مرسي والميري وكلا الطق، راه حتى هو الباب، هو الباب اللي ولات تقريبا الاغلبيه الصحفه كيطلبوا من فوكس انه يدير حلول، حيت ما لقاو لا في اليمين ولا في الاخرين الحل. فقال لك اللهم نشوفوا حنا مع فوكس. فوكس اللي ما غادي يدير والو كما قالوا بزاف الناس، ولكن على الاقل غادي يعاقبه الحياه ديال المهاجر. بدون اطاله الخوت والخوتات، اتفقتوا تبارك الله، ما اتفقتوش تبارك الله. انا ما كنقولش بنادم خرج شيط لي شيطتي، خبي في ساتك، حبس شوف ما خسر والو. شنو غادي يوقع؟ تموت بالجوع. قلتها المره اللي فاتت في هذا الفيديو ونعاود نقولها هذه هاد المره هذه. اذا نهار 25 واش المغاربه والمهاجرين بشكل عام غيوقفوا؟ كيبقى هذا الشيء كيرجع لكم نتوما. حتى اللي كيلقى شي سينيغالي ولا شي واحد من الافارقه يقدر يقولها ليه، يقول له الاسباب. ان 55 اورو ماشي 38 اورو، ماشي 35 اورو، ماشي 30 اورو، ماشي 12 اورو. بركه من هادشي، بركه من الهرقله، بركه من التهرنيط، بركه من التكرفيس، بركه من هادشي ديال البيع والشراء. الانسان يكون راجل ويموت راجل، ماشي يبقى شماته ويعيش شماته ويهفصوا عليه بالصباط. كان معكم ريم بركه من العاده، الله يعاونكم. Como la inmigración ilegal, reducción de costes para algunos inputs de producción como puede ser la energía o el agua y hacerlo vía fiscalidad. También exigimos hoy en esta manifestación medidas para el control de importaciones extracomunitarias como son